وجه الزمالك بالماضي مدرب المنتخب الجزائري دعوة للمدافع حسين بن عيادة لاعب فريق الوداد الرياضي للمشاركة في وديتي غينيا ونيجيريا. ومن المنتظر أن يلتحق بن عيادة بتجمع التدريبي للمنتخب بلاده بعد المشاركة رفقة الوداد الرياضي في مباراة أولمبيك خريبكا برسم الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية إنوي. ويواجه الفريق الأحمر مضيفة خريبكا يوم الأحد المقبل على أرضية ملعب الفوسفات انطلاقا من الساعة 7:15 بالتوقيت المغربي. جدير بالذكر أن منتخب الجزائر سيواجه نظيره الغيني وديا في 23 من الشهر الجاري على أن يقابل نيجيريا في 27.